حياكم الله أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الطليعة الفضائية ومتابعي برنامج فجر الأبوذية. أمراض جلدية الله يرحمها، أمراض عندها 5 ولد 6 ولد أكثر أقل. تعرفون أعزائي المشاهدين المرأة من تكبر الولد تتزوج، واللي يتزوج يعزل، والمرأة اللي يتوفى زوجها تبقى لوحدها. فجلدية الله يرحمها ظلت بالبيت بوحدها، ابنها يجيها العصر، الثاني يجيها الصبح، يمرون عليها. عندها ابنها الوسطاني ماخذ له مرة، مرات المرة ما تنصف ويا العجوز، فهم بديرة، ديرة عرب وعندهم حلال. عجوز البيت لها نفس، من تجيها جنتها يجيب لها لبنة، يجيب لها روبة، يجيب لها شيء يعني من هذا الباب. فمرت ابنها الوسطانية قطعت بيها، ومرت ابنها الوسطانية عندها حلال، والحلال ينطح حليب ويروبون من عنده. فهم أخوته معتمدين على حلالهم، وأمهم أيضا تتنوع لهم يجيها العصر. فهاي المرأة عاندت ويا العجوز، اقطعت بيها، لا تجيب لها شيء ولا تمر بيها، وابنها ايضا هم جفوا وياها. قام بين يومين 3 يلا يجيها، 4 يلا يجيها، ذاك اليوم مر بيها ابنها. جلديه واقفه بالباب ومتخوصره وضايجه وتعبانه، وصاير ببالها موقف من مرت ابنها. جاها ابنها قالها يما قواك الله، ما ردت عليه السلام. قالت له، قالت له عشرتي وياك لبنه فوق لبنه، عشرت وياك لبنا فوق لبنا، وحن عليك حن الأبو، وحن عليك حن الأبو. لبنا من الجيران عيب تحصل، لبنا من الجيران عيب تحصل، لبنا منيحة وعد فقر وقطعت بيه. نعم أعزائي المشاهدين، هذا من موروث البصرة، من القرنة تحديدا. ضيفنا اليوم من القرنة الشاعر والمبدع حيدر منصور المالكي. حياك الله اخوي حيدر. حياك الله سيد، شرفتنا. الله يسلمك انت الشرف. اهلا وسهلا ومرحبا. الله يسلمك قد الهلا في دوار وحلك. الله يحفظك الف هلا. ما هلا دموعك، شكرا لك، شكرا للدعوه، شكرا لبرنامج فجر البوذيه، شكرا لقناه الطليعه، شكرا للاخوان الخلف الكواليس اللي احبهم هواي. في دوار وحلك. بس هو ما تحبهم؟ لا احبك هواي. ايش ما قلت؟ انت سيد انت المخيط. الله يحفظك. الله يعزك. هل انت سيد حبني لو؟ والله احنا بين طبع بني مالس نحب الساده هواي. اها. اي والله. حلو هاي. ولذلك اغلب الساده اشوفهم معاشرين بني مالس. معاشرين عندنا السيد المقدس بعد هذا. مناسبين؟ الناس محمد وال محمد. اها. اي والله. مناسبين هواي؟ مناسبينهم، ماخذين منهم، مطينهم ومطينا. الله يحفظكم. الله يعزك. والله ديم السادة لكم. الله يسلمك. الله يحفظك يا أخي حيدر. طبعا للملاطفة الحديث وياك، أبدو وياك وأسمع منك تحدي أو مجارات أو تسميها منافسة بينك وبين الضيف السابق والقادم. أنا هو الشعر ما بيه تحدي. شو تريد تسميها؟ سميها وأبدو وياك أسمع بوديات. الشعر ما بيه تحدي. أنا إذا أرد أبدي أبدي للغريبة. سلام الله على الحوراء. سلام الله عليها. أبدل لوعتها. ويلا. أبدل الجبل الصبر. زينب عليها السلام. أبدل هاي العظيمة. عظيمة. وزارة الإعلام الحسيني. وزارة الإعلام الحسيني. نعم. اللي تقول الوقت مر. إيه. الوقت مر سيف لم صاب ولا يا حد لتمني والصبر يبقى. اللي أحد. الله. أنا لعن نهر، أنا لعن نهر طايح إلي حيد. الله. أنا لعن نهر طايح ليا حيد، ملخ قلبه تعافى الشيب بيه.
الله. بيشك بان من العتب للماء يجيب الطيف حتى يعرف للماي. الله. شنه الماي شنه الماي ود قمر للماي. الله. شنه الماي نمونه شنه الماي ود قمر للماي. الماي احنا وروينا قلوب حيه. الله. وصحت عباس عمت عيني صحت عباس قيدوني قمر خل حبل وبليلهم خويا قمر خل. الله. صحت عباس قيدوني قمر خيل حبل وبليلهم خويا قمر خيل. شخبرك هجمت علي قمر خيل اشعل النار الهضم والخيم بي. اي اي والفوق راسه خمدت بت بت. اي والفوق راسه خمدت بت انقطع شفه ودليل انقطع بت بت طاح ولي لعقبة بهضم بت تشاني خورس القمرة ويضيع. الله الله. شوف اعتزاز زينب أخيرا اعتزاز زينب سلام الله عليها تقول الوقت احذر من هذا الوقت يا تيل دليلك والدمع بايات يتلى. يا تيل يا تيل يا تيل وقفنا قبالك احنا جبال يا تيل اصطبيلي موش تستزغر رقية. الله الله يسلمك. الله الله يحبك. جميل جدا. حيدر منصور الشعر قابل للتطور. ماذا قدمتم وماذا طورتم في الأبوذية في هذا الجيل جيلكم؟ سيد فعلا الشعر قابل للتطور وهناك اختزالات وهنالك أفكار جديدة وهنالك طروحات وهنالك منتديات وهنالك جمهور أوسع للشعر والشعر حاليا في أوج عطائه. زين. لكن الأبوذية الأبوذية اختزال لقصيدة كاملة. الأبوذية أنا بصراحة أنا مع الطريقة القديمة الكلاسيكية اللي هي ثلاث أرواح وقفل. ما بها أي تطور؟ ما بها. أنا عندي يعني رأيي الخاص أتحمل رأيي الخاص. زين. إيه يعني ضد اللي يتلعبون بالأبوذية لأن الأبوذية شلون يتلعبون؟ شلون يتلعبون مثلا؟ يتلعبون مثلا يضيف يخلي أكو مثلا أفكار يولد منها يحط دارمي وياها يحط مشطر ما ادري المشطر يعني يشتت اذهان الجمهور. ما تعتبره هذا يعتبره اخو حدا انا اقصد على المشطر او يشتت اذهان الجمهور لكن انا مع كل الموجوده يعتبر تطور. بس انت شخصا ضد على كتاباتك الشخصيه؟ كتاباتي الشخصيه انا اكتبها مثل ما سمعتها مثل ما تأثرت بيها مثل ما حبيتها. وأنا بمن تأثرت؟ بالأبوذية؟ اي والله كل اللي أسماء اللي نتجوا الأبوذية صح أتأثر بيهم. لكن تأثري منهم اللي أنتجوا الأبوذية صح؟ هواي أبو معيشي الله يرحمه. الله يرحمه. البصري الكبير الاسم الخالد جبار الرومي. جبار الرومي. جبار الرومي رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. سيد من تفطن ببذياته اللي كاتبهن ببياته تلقاهن حداثة. اها. تلقاهن مكتوبات لهذا الوقت. لطيف. يعني تلقاهن بيهن وعي بيهن ثقافة. الأبوذية مالته يقول بينسان بينسان ببحر المكرمات لكم بينسان مرمر. هو وين يعرف السن الجليدي؟ الله الله. مو سيد؟ اي. السن الجليدي اللي على فيلم التايتانك وغير التايتانك. وين يعرفوا بحر المكرمات لكم بينسان مرمر محك للبايت بينسان بعدكم قايمة السلة بينسان فرت وامثالكم قلت علي. الله. القلب يحظى برفاها يا رحلهم وسم ما يراهم. هذا حج جبار الف رحمة الله. القلب يحظى برفاها يا راحلهم واسى مما يراهم يا رحلهم بزوايا معاه يدير يا رحلهم. وين يدري بالامعاء اكثر شيء تعور الانسان. الله. معلومه طبيه هاي. الله. بزوايا معاه يدير يا رحلهم وطحنك وارجور القصوبيه. الله. إيه هذا الحكي اللي تستاهل تتاثر به. الله. الله. هواي هواي يعني من نقرا للتراث او حج حسين الوائلي. الله يحفظه يطيل بعمره. الله الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية. صحت حاد الضعن ريض نبت وين نباني وجاوب الصوت نبت وين أما تدري بسهم بعدك نبت وين بموضع شل جميع أعضاي بي. أوي لا. إيه أوي لا. كاظم الداود. إيه كاظم الداود شاف اثنين
صغار كاظيلهم واحد حيد خوش قاعدينه مو مال واحد انضباطيه هو زلمه زلمه كلف خايف خايف منه اسمه سلطته يقول يقول بعد شلون ويحد ويحد بعود يحرك المنشار ويحد وتجي ساعات عوف الصبر ويحد الله امن اشوفهم كامش الغمان ويحيد احترج وسهام غفله تجي يسبيه ويلاه اي سيد هذا الحكي ويلاه هذا الحكي ويلاه اي هذا الحكي ما منه هسه يعني ليش ما منه؟ ما منه ما اشوف منه قله عذرا اكو ناس تكتب لبوذيه صح على مود لازم شنو السبب قل هذا الحكي؟ ما يحب الجمهور اغلب الناس ما تفهمه شو يحب الجمهور؟ ما يريد البسيط مثل ايش؟ البسيط المبسط اللغه تعالى قد مفهومته ها اي ما العشق ما الحب ما ال... حضرنا اليوم عشق ما الحب والله بين هي ابو ذي هي من الاذيه سيد هي اساسا تكتب للاذيه الترجم ما بداخلك ترجم لنا ما بداخلك خلينا نسمع الترجم ما بداخلي بدايه يقول اي والله اجاني اللي الراد خلق حتى من اسولف صدق يرد يا الراد مشيت وهد علي سرابي الراد نبش طلع عيون الدود بي الله ممحل ماكو بي ثمر وانفاض ماي وصرت نادم غضب وانفاض وينفيض وانفاض يكون السالفة بالموت وانفوض ورا الموت ويرد ذكرك علي الله الصبر مر سيد مر كلش يا هو المثل يا رعشين الدنيا ونايرة بقصبة يا راعشن الله يا رعشين حكوا باسمه وانا احلامي يا رعشين اسعفة والعاتيات ابتلن بي الله بيم الوجع ببحر الوجع يا الدلال حافاي خوش احوي فاي بيم الوجع يا الدلال حافاي لحيف الماء اخذت دام حافاي حافاي بجويريد اخم عليك حافا هطر ويصبر جويريد بيه الله الدهر سيد الدهر ما تدري لجفاته لجف ناي بون والناي لو يسمع لجف الناي الله الله الدهر ما تدري لجفاته لجف ناي بون والناي لو يسمع لجف ناي وعلي من يوم هم مر لجفني والسن والدود بان بيوت بي الله الله يسلمك الله وحوضك. يقال حيدر منصور يحب ان يكون قائد في اشياء الشعر هل هذا اعتزاز بنفسك ام استصغار الاخرين لا والله سيد لا هاي ولا هاي لا هاي ولا هاي لا هاي ولا هاي جاشين هال اولا يا اولا يمين. انا خادم إذا لا خادم خادم للاخرين خادم للاخرين انا احكي على قضاء أي. والقضاء انت تعرفه ايش قد يبعد عن مركز المدينه مركز محافظه البصره 100 كيلومتر وقضاء معزول صاير بين ثلاث محافظات قريب للعماره وقريب للناصريه ونفس المسافه للبصره شعراء هاي المدينه ما لقى واحد يرعاهم بصراحه زين طاقات مبدعة جدا طاقات شاعرة جدا طاقات تستحق الوصول لجميع العراق زين فما شفت واحد يرعيهم وكذلك أنا طلعت سيد برز اسمي 2008 من قضاء الزبير تحياتي لقضاء الزبير تحياتي ومن مسابقة الأبوذية بالتحديد أها. إيه استغلت دراستي الجامعية هناك وقرب المسافة لأن مركز المدينة فظليت اتواصل ويا شعراء انتميت المنتدى هناك الحمد لله طورت نفسي ايش قدمت للقضاء قدمت للقضاء انا قدمت القضاء او رابطه القضاء عفوا للادباء الشعبيين قدمتها دورتين زين جمهور القرنه يعرف وجمهور البصره يعرف ايش قدمت للقضاء شعراء القرنه يعرفون انا اللي بدي اعرف منك اخواني ما راح اضل اسال اليوم الجمهور يدي يعرف شنو الانجاز اللي خليته للقضاء؟ للقضاء اولا طلعت شباب واسماء وجوه ودماء جديده. اها. ايه. بسببك؟ الحمد لله هو مو بسببي بسبب الناس اللي كانت وياي يعني والتكاتف اللي كانوا وياي موجود. ثانيا انجازي هي يعني ما تنطرق امام الاعلام. لكن قضت عمرها رابطتي تصنف ضمن روابط ومنتديات البصره الاخير. قفزت الى المركز الاول وتكرمت بدرع الابداع
مبدع انت. الله يعزك. مبدع انت. اسمع يسلمك. منك ابو ذيات ومبدع. الله يسلمك. سيد منازع. اي. وبس نقاط ظل يخفت الصوت. زين. منازع وبس نقاط ظل يخفت الصوت، بجيب لي هواي واستسهل الموت. الله. منازع وبس نقاط ظل يخفت الصوت. بجيب لي هواي واستسهل الموت، انازع لكن الناقوط يتخيل شري لان التنقط موش يدخل. الله. انازع جالع لكن الناقوط يتخيل يتخيل شري لان التنقط موش يتخيل، علي المضنوك غير عليك يدخل. اي والله. ابو الحسنين المضنوك غير عليك يدخل، دخيلك يبسحب للصوت بيه. الله. بلغب شكونة شويش. بلغب شكونة شويش. مالك تكتين. ايه. عيد الله زحمة وناس وتبطل يا عين. الله. سهم هجرك بقلبي بتشين عليك، سهم هجرك بقلبي بتشين عليك، وحتى الشوق قاصد بتشين عليك. وعلي وعلي بقد ما انا امسح بتشين عليك، انطبعت عين بحر احير ديه. بقد ما انا امسح بتشين عليك، انطبعت عين بحر احير ديه. سيدة اتمنى زلمة العوز واتماطل وياه. خوش. لو يقطعن التاق لو ضو قلحاه. اتمنى زلمة العوز واتقابل وياه واتماطل وياه. لو يقطع النتاق لو ضوق لحاه، يا روح استعجليت بالقواهيت. يا روح استعجليت بالقواهيت، دمع بسك العين بالقوة هتش. وعلي عايش اش عايش بالقوة هيتش، اللي هو ينقضني لو مرضيت بي. الله. العتب ماي سيد. اي. عذر راح اطلع عن سياق برنامجك. العتب ماي وتبدب تشوله خلي يروح. على وادم كنت مجبورة ماشي مثل ضي النهار الطمض والنجمات، وعليهم بالي راح يطم ساميهم. وعليهم بالي راح يطم ساميهم، مش كثر روح ضع عنهم والهوى وميت. اش كذا الروح ضع عنهم والهوى وميت، دليلي وشلت دي والهوى وميت. يكون الشمس تجمد والهوى يموت. الله. كون الشمس تجمد والهوى يموت، هنا يلقون نقطة ذكر بي. الله. يا روحي عود شبيك حظك غفى بطين. ايه. يا روح عود شبيك حظك غفى بطين. الولمت ليه الزاد بس بالمواعي. ويلاه. الولمت الحضرت ليه الزاد بس بالمواعين. سيد برفق كل ظنتي افتتلفته. زين. برفق كل ظنتي افتتلفته، الوقت والقلب بالحسرة تلفته. الله. إلهي إلهي الحظ ثقل وشها، إلهي الحظ ثقل وشها، تلفته بثقل جدم المشى يم قبر خيه. الله. جميل جدا. الله يسلمك. الله. ممتع جدا. الله. وهذه هذه الغزارة، اللغة المركزة المفردة العميقة. الله. اللي نسميها حسكة مركزة. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يحفظك يسلم. سيدنا. خلنا ناخذ فاصل ونرجع للمشاهدين. فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليك. حياكم الله اعزائي المشاهدين الكرام، عدنا اليكم من جديد مع المبدع حيدر منصور. حياك الله. الله يسلمك سيدي. الله يحفظك. الله يسلمك. القلب. الله يعزك. حيدر منصور، اين الابوذيه الصح؟ متواجده في جميع انحاء العراق، لكن بالجنوب نكهه. وين بالجنوب؟ المحافظات الجنوبيه، بصره، عماره، ناصريه. كلهن؟ كلهن. بيها مبدعين وبيها اسماء ربما تتميز تتفوق الناصريه. اي، لكن اكو من يكتبون الابوذيه بشكلها الصح بالبصره وبالعماره. اسمع منك بعد ابوذيه. تسمع مني ابوذيه خادم الوقت. انا عندي مشكله ويا الوقت. شو بي الوقت وياك؟ سيد اخي اعمارنا بدون فائده. الوقت ما تدري
الوقت دوخني حتش بحتش يا هذولاك وجابال الحزن قوة هذا إلك خوش الوقت دوخني بحتش هدي ولبتش ولك وجابال الحزن قوة هذولاك هد الذول سيدة هد الذول فزعولي هذولاك رد ذاكول ردوا ذول لي أعشقت مع ذلك أعشقت من كان أبو الخف جبلاياه الله ما بي أياه زين أعشقت من كان أبو الخف جبلاياه قطع والوقت قام يدث بلاياه بلاياه المصيبة إنسان ما تقدر بلاياه تعيش وهو قلبه بغير نية الله الوقت مو دمع سيد مو دمع رد الوقت مو دمع ما يغيظ بشباك يروح البات من يا نوع بيشبك الله بشباك اتكت لك المصيبة طير حر وطحت بشباك فقر ويصوم رمضان يقنلي الله المصيبة طير حر وطحت بشباك فقر ويصوم رمضان يقنلي فرقتك موش بس ظهر حنيته ها سيد فرقتك موش بس ظهر حنيته حلمي ومش الما ضايق حنيته الله وفرقتك موش بس ظهر حنيته حلمي ومش الما ضايق حنيته مو اذا رد موش بس باب حنيته ها لا لا شكو شوك شب سلف ازجي ميه الله اذا رد موش بس باب حنيته شكو شوك شب سلف ازجي ميه بقنوت بقنوت ودمع ودع الله يدمهم ومثل ما فر نفورنا يدمهم الله الله. بقنوت بقنوت سيد بقنوت اتوسل بقنوت ودمع ودع الله يا دمهم ومثل ما فرنا فورنا يا دمهم وعلى حرثتنا يكون الزفي دمهم الله على حرثتنا يكون الزفي دمهم للعاقول حط حنا بدي الله للعاقول حيدر منصور ضع لي قوانين الابوذيه سيد شلون اضع لك قوانين الابوذيه لكتابه الابوذيه الابوذيه حرفه خلي القوانين خلي الناس تمشي عليها خلي القوانين الناس تمشي عليها اي للأبوذية اي والله سيد هي الأبوذية ما توضع لها قوانين بامكان الكل يكتبها لكن لا يستسهلون كتابتها خلي القانون قل له هذا هيك وهذا هيك وهذا هيك يجب ان تكتب الأبوذية كذلك ويجب يكتب كذلك برايك الأبوذية ما يخرج من القلب يصل الى القلب هذا قانونها محكمة للأبوذية من هو القاضي ومن هو المحامي الشاعر اي شاعر شعر القاضي شعر القاضي إيه؟ من هو المحامي جميع شاعر يكتبها صح محامي عنها محامي عنها اسمع منك ما تحب ابو بس حيف راحت عن كبوتك يا فارس ما تسولف عن كبوتك اي والله أبو بس حيف راحت عن كبوتك يا فارس ما السوليف عن كبوتك عن كبوتك إش ينسج إش يغزل ما يلحج عن كبوتك حبل من وهن ما تنشد دي الله الله تكسر سيد تكسر من كريات دملهم الله تكسر من كريات دملهم وهضم بان بثناياها دوم لهم الله اي بس ما بس اللي يملونك دم لهم بوقت الظما يذكرونك امي الله عفي عيون عفي عيون من فرقاك وتشيد بجفاك وبيا دتش تشذب وتشيد الله الوقت الوقت بيا مكان الجرح وتشد مدني وعزم غربه جروح لي الله الوقت بيا مكان الوقت بيا مكان الجرح وتشد مدني وعزم غربة جروح لي الفرح مو خوش زين سيد مو خوش مو خوش مدنف ما يمتنف الفرح مو خوش مدنف ما يمتنف صلة ويانا قاطع ما يوم أتانا لطيف ما يمتنف بهجير الصحراء موتت ما يمتنف بهجير الصحراء موتت ماي متنا قرضنا ولا روت شفه هنيه يجد من ميل من شل ما تهمنا يجد من ميل من شل ما تهمنا ما تهمنا ولا راب وشربنا ما يهمنا
كذبنا كذبنا لما قلنا ما يهمنا. كذبنا لما قلنا ما يهمنا اختنقنا له ونريده هو وعيه. حيدر منصور قلت انا خدمت قضاء القرنه ما تفضلت انصف الشباب في القرنه يستاهلون. ايوه سيد القضائي وشبابي اللي يكتبون البوذيه الصح راح اقرا لهم. نعم بدءا راح اقرا يا مبرد بالمناجل قوم سنبل رحي لان انا واجب عود سنبل. الله اندمت واستحيفت ما صرت سنبل رحي وعاقولك المديوف بي. الله. الشاعر عون هاشم الشاب عون هاشم تحياتنا له. ايا حنيه قفاي ايا حنيه قفاي تقول شابيت مضيف ومن بلوت اطفال شابيت شابيت صريم رويحته بنار شبته وهو من اربع جهاتي كفخ بي. الله الشاعر علاء الأمارة. الله الأبوذية الساعة من رحت لليوم ما ميل تحرك وانا باقي انتظر ما مل قنعت الناس واقف جبل ما ميل وانا اللي يدفعني يركض هيك بي. الشاعر كرار الفرهاد. الله الله يسلمك. هذول الشباب اللي يستحقون أن أذكرهم. تحياتنا للشباب القرنة والشعراء القرنة. لمن تحفظ في الموروث؟ لمن أحفظ في الموروث؟ أحفظ قريت مساء الحج جبار الرومي. نعم. وحج حسين الوائلي وكاظم الداود. لكن في الموروث راح أقرأ إلى العم الله يطيل بعمره قاصد منصور المالكي أيضا من شعراء الرواة في القرنة. الله يطيل بعمره. هذا البيت كاتبه على داره. زين يقول رضعت من في ثنيتك لبن يا دار واحذر منا هذا الوكيت. يا دار يا دار بنيتك وترى تركت يوم يا دار. الله بنيتك وترى تركت يوم يا دار مثل ما تركوا اهل الدار لي. الله العم الله يطيل بعمره العم حرب المزيرعاوي حياتنا يقول قلبي إلك منمام نمله قلبي صفته من أمام نملة وصفينا من الهجر كاسات نملة جفة جفة وشدني زمان بري النملة دبت ما هيست كل ثقل بي. الله الله هواي. الله الله يسلمك. الشيخ الراحل الشاعر شيخ قبائل بني مالك الشيخ صباح العرمش يقول تجي للوادم الوادم تجلك وتجي للوادم الوادم تجيلك. هلا ابو ذيل الشيخ صباح. الشيخ صباح الله يرحمه. تجل الوادم الوادم تجلك وتجل الوادم الوادم تجيلك وتجل الوادم الوادم تجليك. الله الله وتحمس بالمقالة جيدنية تحمس بالمقالة جيدنية راضي خضور الله يرحمه الراحل راضي خضور من رواد القرنة سابقا يقول يا روحي شفاد لحك من لحيتي وسبب كل ضيم روحي من لحيتي. الله كم ماصخ بماصخ من لحيتي صفى المالح وانا الماصخ علي. الله الله يسلمك. الله الله يحفظك. ما بقى الا القليل راح انطيك الوقت هذا الوقت القليل. ايش تقرا اقرب راحتك؟ ايش اقرا اقرب راحتي؟ اي لك دقيقتين. نعم دقيقتين الوقت بقى خادم. راح اقرا نعي. اي. وهديه للبرنامج اقرا ثلاث ابوذيات. بعد انا انطيتك الوقت وانت مخير وبرنامج ابوذيات. الله يسلمك انت كريم. خيرتك بعد. الله يسلمك سيد ما بين اعوفه. اي. ما بين اعوفه وما اعوفه مشتاق لو ما اريد اشوفه. هاي شلون؟ هاي مشكله هي. هاي شلون؟ سيد ما بين اعوفه هي حيره اساسا. ما بين اعوفه وما اعوفه مشتاق لو ما اريد اشوفه دوف الدمع بالعين ادوفه. ويلا خليت بيا خليت بيا جرح غاقه من تلتفت ما مش رفاقه. ويلا شاهيت شاهيت خربان الشفاقه. كون يسمعها سيد. شاهيت خربان الشفاقه روحي مثل بيبان خير. اي ما فشلن واحد مسير. الله
روحي مثل بيبان خير ما فشلن واحد مسير هذا الوجع طب وتخير الله وكون الهوى كون الهوى يلم ولم ولا سيتكون الهوى يلم ولم شاجبت لك وحدك شم الله شاجبت لك وحدك الله. شم يا ضوى الروح الناس ظلمة حساف الحلم ضاع وياك والبيد الوقت واستعبدان الوجع والبيد الوذن بالهوى بجفاك والبدو تجي الحسرات تقطعني طبية الله. وتجي الحسرات تقطعني طبية بعمرة تعاملوا يا الوقت بعمرة تعاملوا يا الوقت شابية شردك والدمع بجفاك شابش الله وعلي وعلي صرت أنا يوم رحت شابش المذج القاعدة وعوسرت بي ولا. وعلي صرت أنا يوم رحت شابش المذج القاعدة وعوسرت بي تنور الحزن بي لهفتاك بصبر مو جرحة يملك لا هيفتك الله لهفتاك ترد وتريد همنا ولا هفتك ما تصير ترد وتريد همنا ولا هفتك شقل ابن بن جرح العاش بي الله وغفو الميلو ابشرك ظالمتني كسحفة والعجاجة ظالمتني ولا سيد انا التابوت ربع التابوت ربع ظالمتني من اغرب يا متن يحتار بي الله وما مش ما مش شخص بالدنيا ماكو شخص بالدنيا لداود يودني وتشفه بشفي لداود الحديد الحديد وقيده ولين ربك لداود هذا الحديد ولين ربك لداود تلين قلب بني ادم عليه الله جميل الله جدا يا حيدر طبعا ممتع وغزير جدا فدوى القلب وتمنيت انه الوقت يطول واكمل حلقه ويكون الوقت اكثر معاك اتمنى كنت خفيف الظل يا خفيف الظل جدا انا بالنسبه لي ما حسيت بالوقت فدوى القلب لذلك حتى الاسئله اختصرتها الغايه انه اسمع منك اكثر ابو ذيات واشوف بعد عندك ابو ذيات شوف بعد عندك كثيرات انت غزير الله يسلمك الله يسلمك الله يحفظك انا اشكرك واشكر حضورك ومتفضل قبول الدعوه واهلا وسهلا بك يا حيدر منصور المالك والله سيد اكرر شكري لكم مره ثانيه سيد حامد الجمراوي وفجر الابوذيه وقناه الطليعه والكادر كله احبهم واموت عليهم وتحياتي لك ورب يعطيك الصحه والعافيه مثل ما بدينا نختم مو مثل ما بدينا نختم اي احبهم واموت عليهم اي والله ها اي والله سيد الموضوع حل الحب من تحب الناس وخلي الناس تحبك ايش انا مو مقابله قاعد اموت عليك خل ما اقول لك يعني لما اقول لك الله يعزك سيد انا من هاي من ورا الحلقه اخوي وقت علاقتي وياك شكرا يا حبيبي حيدر متفضل الله يسلمك الله يحفظك الى هنا اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج فجر الابوذيه الى ذلك الحين انتظرونا في امان الله